أهلا بك سيد هاوزر. كمنصة عربية في شبكة قنوات i24 نيوز، المتابع الأول لنا هو الجمهور أو المجتمع العربي في إسرائيل، ولديكم الآن في هذه القائمة في المقعد رقم 17 مواطن عربي هو ساهر إسماعيل. ما هي وعوداتكم؟ بماذا يمكنكم أن تساهموا أكثر للمجتمع العربي في إسرائيل أكثر من أحزاب أخرى؟ كان تري كودب كول في دولة إسرائيل هناك وضع غير طبيعي وغير صحي وغير صحيح. فيه المواطنون العرب في دولة إسرائيل غالبيتهم يصوتون للقائمة المشتركة، لقائمة اتخذت قرارا استراتيجيا بأن لا تكون جزء من السلطة. هذه قائمة لا تتبنى قواعد اللعبة المؤسسة في إسرائيل، هذه قائمة تقول دائما لا لكنها لا تقول نعم، وهي تحسم على عرب إسرائيل أن لا يكونوا شركاء في الحكومة. حزب تكفاخ دشا هو حزب يقترع على العرب في إسرائيل طريق الاندماج الكامل في دولة إسرائيل. جيدعون سعر حدد كشعاره الأساسي والرئيسي أنه رئيس وزراء للجميع، على عكس ما نراه في السنوات الأخيرة السياسة التي يقودها رئيس الوزراء نتنياهو. لذلك خيار التصويت من أجل تكفى خدشا من قبل العرب في إسرائيل كحزب يريد أن يقود التغيير، والوحيد الذي يستطيع أن يقود هذا التغيير في الوضع السياسي الراهن من خلال الفهم العميق أن هذا حزب يجب أن يخدم كافة مواطني دولة إسرائيل، وهذا حزب جديد يمكن للعرب الإسرائيليين من خلاله أن يكونوا من البداية وأن يؤثروا في السياسة الإسرائيلية بشكل كامل. لكن المشكلة سيد هاوزر، هناك تخوف أو اعتقاد سائد بأن الآن كل الأحزاب تتهافت على الصوت العربي لأنهم وجدوا فيه قوة. لماذا العربي يختار هذا الحزب وليس ذاك الذي أيضا وعد العرب بالكثير؟ انظر، هناك تغيير إيجابي لأن كل الأحزاب تفهم أن مواطني إسرائيل جميعهم شركاء، مواطنو إسرائيل جميعهم يريدون التأثير، وللمرة الأولى هم يسمعون أن هناك انفتاح من قبل العرب في إسرائيل على خيارات جديدة. الذي حدث في المنطقة أحدث تغييرا وتأثيرا كبير ونراه في هذه الانتخابات. أنا أريد أن أشخص عمليتين. العملية الأولى ما يدور حولنا في الشرق الأوسط، وأنا أرى أنه من ناحية العرب في إسرائيل هم يفهمون أمرين. الأمر الأول أن إسرائيل هي ليست المشكلة وإنها جزء من الحل. هم يرون الاعتراف المتزايد بإسرائيل من قبل دول الجوار. هم يفهمون أن قضية وجود إسرائيل هي حقيقة وأمر واقع، هو وكل حزب يسعى لتغيير وجود إسرائيل يفهم المواطن العربي أن هذا غير صحيح ولن يحدث. بالإضافة إلى ما يحدث من حولنا، أعتقد أن أزمة كورونا أثرت على المواطنين العرب في إسرائيل، اليهود والعرب، على الإدراك العرب أن هذه الشراكة هي شراكة مصيرية. هذا يعطي كل حزب ويسمح للعرب في إسرائيل أن ينفتح، ويسمح لكل حزب أن يأتي وينافس ويسعى للتأثير على الصوت العربي من أجل الحصول على دعمه وتكفى خدشا أيضا. نعم، بدأتم أقوياء وفق استطلاعات الرأي، والآن نرى أن الاستطلاعات تعطيكم أقل من 10 مقاعد. ما الذي حدث؟ البعض يربط الموضوع بأنكم بدأتم كيمين معتدل أو وسط يمين ثم توجهتم إلى أقصى اليمين، الأمر الذي أفقدكم الشعبية في أوساط اليمين المعتدل واليسار وحتى الليكود، وأيضا جعلكم تصطدمون مع يمينة. لا أعتقد أن ما يحدث هو علينا أن نفهم ماذا قامت به تكفى خدشا. قبل تكفى خدشا كان من الواضح ماذا ستكون نتائج الانتخابات، كتلة نتنياهو بينت، واليوم نتنياهو بينت بنغفير. كان من الواضح أن هذه الكتلة تحصل على 75 أو 80 مقعدا. دخول تكفى خدشا إلى المعترك قلب الأوراق وفتحت المنافسة
والحملة الانتخابية برمتها على مصراعيها. أنا أعتقد أن استطلاعات الرأي لا تعكس الواقع الحقيقي في الميدان. أنا أرى هذا من خلال اللقاءات والمهرجانات. هناك الكثير من الناس الذين يخشون أن يقولوا بأنهم يصوتوا لتكفى خدشة، خاصة من أنصار الليكود. الليكود يعرف هذا، لذلك هو يركز الضغط على الجمهور باتجاه تكفى خدشة. هم يريدون، نحن نرى هذا في الجهد الإعلامي للليكود بهذا الاتجاه، نرى هذا بالعنف الذي موجه في الأيام الأخيرة ضد أنصار وعناصر ومؤيدين تكفى خدشة. وأنا على ثقة أنه في يوم الانتخابات النتائج ستكون مختلفة، وقد شهدنا هذا بالفعل قضية الاعتداء على أنصار تكفى خدشة. لكن بما أنك تحدثت عن نتنياهو بن غفير، ما الذي يميزكم عنهم فيما يتعلق بالصراع مع الجانب الفلسطيني؟ عندما نرى مواقف تكفى خدشة ومواقف سعر المؤيد للضم المعارض للانسحابات، ما هو رأيك حيال حل الدولتين على سبيل المثال؟ انظر، بالنسبة لخطة الضم أنه هو فرض السيادة الإسرائيلية، يجب أن نفهم الأمر التالي. هناك تعهد من نتنياهو لرئيس الولايات المتحدة أن هذا الموضوع مجمد، ونحن سنحترم تعهدات الحكومة الإسرائيلية، التعهدات الدولية لرئيس الوزراء. علينا أن نفهم الأمر. في يهودا والسامرة الضفة الغربية الواقع تغير. اليوم يعيش في الميدان هناك خارج خلف الخط الأخضر أكثر من نصف مليون إسرائيلي، وفي القدس يعيش أكثر من 250 ألف إسرائيلي. لا يمكن أن نعيد الكرة والوضع إلى ما كانت عليه. هناك الكثير من النزاعات العرقية في العالم، وفي ولا يوجد أي صراع فيه مطلب من طرف واحد بنقل المواطنين إخلاء مواطنين. الصراع الأقرب إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الصراع في شمال قبرص. تركيا اجتاحت قبرص، نقلت مستوطنين إلى قبرص، ولا أحد يطالب اليوم من تركيا في أي محفل دولي أو خطة دولية بأن تقوم بإخلاء المواطنين الأتراك في قبرص. لذلك نحن نطالب بأن يعترف الجميع بالتغييرات على الأرض، ومع إيجاد حلول مبتكرة حديثة تمكن العيش بسلام. نحن نرى ما يحدث في الشرق الأوسط، نفهم أن ما إسرائيل إذا ما لم تهتم بأمنها فلن يهتم أحد بأمننا، ونحن نفهم أن الأمن هو العنصر الأساسي في أي تسوية سياسية. نعم، أنت شغلت منصب سكرتير حكومة نتنياهو، ربما لديك اطلاع أو رؤية تختلف عنه، ما الذي تستطيع أن تقوله عن سيكولوجيته الآن؟ هل تعتقد بأنه مضغوط؟ هل فعلا معنوياته عالية؟ أم ربما وضعه ليس في موقع يحسد عليه الآن؟ انظر، أنا لا أريد أن أكون طبيب نفسي لنتنياهو، لكنني أعرف نتنياهو، أعرف سلوكه وأعرف الواقع. نتنياهو كان متأكد أن هذه الانتخابات محسومة، وكان متأكد أن الانتصار والفوز بجيبه حتى دخول تكفى خدشة التي قلبت الموازين وغيرت الواقع. نتنياهو يفهم أن نقطة ضعفه هو تكفى خدشة، هو يفهم أن لابيد لن يجلب التغيير، هو يعرف أن لابيد لا يمكن أن يشكل حكومة، وأنه إذا ما كان لابيد كبير فهذا يعني انتخابات خامسة وربما انتخابات سادسة، وكلما كانت هناك انتخابات نتنياهو يبقى رئيس وزراء. هو يعرف أن الشخص الوحيد في الحلبة السياسية هو جدعان سعر الذي يمكن أن يجلب التغيير. لذلك إذا ما أردنا وكل ما يسمعنا يريد التغيير، لا خيار أمامه سوى أن يصوت لجدعان سعر. هذه الطريق الوحيد لتشكيل ائتلاف مستقر وأن نقود إسرائيل من الطريق المسدود وإخراجها من هذا الطريق وجلب التغيير الذي يسمح إليه غالبية مواطني إسرائيل من عرب ويهود ويسار ويمين. سيد تسبي هاوزر، عضو الكنيسة ومرشح حزب تكفى خدشة ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة، شكرا جزيلا لك.